يا هلا والله وحياكم الله في حلقة جديدة من فرسان الموستنج. احنا اليوم متواجدين في دولة الكويت، خلونا نتعرف على الفارس الجديد. السلام عليكم، عادل السالم من الكويت، 47 سنة، هاوي لسيارة الموستنج، امتلكت عدة سيارات موستنج، واليوم نبي نتكلم عن ترمينيتر 2003 واللي مشارك فيها إن شاء الله في مسابقة فرسان الموستنج. أما اللي عليها والكلام اللي فيها والتزويد راح نتكلم فيه داخل السيارة مع صهيب إن شاء الله. عادل، انت تحكي عن الموستنج تاعتك بشغف بحب، يعني في علاقه وطيده بينك وبين السياره. صحيح. حبك مش عادل لسيارات الموستنج. صحيح. عندك تاريخ كبير لسيارات الموستنج. خبرني شوي عن التاريخ تاعك مع سيارات الموستنج. شو اول سياره موستنج شريتها؟ كم سياره موستنج شريت بحياتك؟ هذا مع بدايه حياتي ونضوج الشباب كانت الكويت توها تستورد سيارات الفورد موستنج. حبيت هذه السياره إلين أول ما عملت امتلكت أول سيارة، وكانت فوكس بودي 89 ما شاء الله كاملة المواصفات الأكس، وكانت حمراء ومن داخل أحمر، وكان اللوحة مالتها 8122 اللي لو تلقى كل سوشيال ميديا مالي معنون بثمان عادل 8122. خلاص علاقة هون البداية، فحبيت أني أجرب جميع الجنريشنز مالت الموستنج. لذلك تنيت موستنج 66 كلاسيك. بعد فترة انتقلت إلى اللي تي توب 85، يعني جينيريشن الثمانينات، كان معروف قوته في ذيك الأيام، فحبيت إني أجربه، وكانت كاربريتر. بعد فترة حولتها إلى انجكتورات واستعملتها فترة إلين رجعت ثاني مرة إلى الفوكس بودي موديل التسعينات. حلو. وصلت فيها التزويد وشاركت فيها في السباقات وخذيت مراكز ما شاء الله. هني بديت أقرأ عن الموستنج، فلفت نظري الترمينيتر، قريت عنه وايد، لقيت في الويكيبيديا جملة خلتني أصر أني أشتري. شو الجملة بتقول؟ كاتبين بأن شركة فورد لم ولن تصنع مثل الترمينيتر في الثبات وقصة الهواء. هذه الترمينيتر كانت أول كوبرا ترمينيتر تدخل الكويت لون أبيض. ما شاء الله. أخوي عادل، السيارة من الخارج مبينة هيك بريئة، أوكي هي ترمينيتر يعني شريرة شوي السيارة، بس كشكل خارجي السيارة ستوك، انت مو معدل شيء عليها. الشكل مو معدل عليه بسبب بسيط جدا، الترافيك عندنا وشرطة المرور ممكن يوقفونك عليها وممكن تسحب السيارة، وهذا شيء يعني عندي خط احمر، فلذلك خليت الشكل كما هو عشان استعمله. بس في وقت المشاركات في سباقات تعدل الشكل والسيفتي وكل شيء، وردينا بعد السباق احنا كفريق عدنا السيارة كما كانت. ما شاء الله عندك اهتمام عالي جدا بالسيارة، حتى الداخل ما شاء الله تابلو البطاين، الامور كأنه سيارة وكالة زيرو. عادل، سؤال جدا مهم. تفضل. كل الجمهور راح يسأل هذا السؤال. اكيد عارف. السيارة استكمل الخارج. ايه؟ شو عليها تزويد السيارة؟ كل خير. هذا طبعا جواب الاغلب ما حد بيقول اسرار، يعني اسرار ما بدي اقول، بس اللي ظاهر ما نقدر نخبي. طبعا السياره عليها ويبل 2.9، وعليها فيول سيستم، عليها كولرات وتعديلات طبعا لابد، الروس، بعض الشغلات في الماكينه. حلو. يعني احنا تكلمنا بشكل صريح، انا قلت ان الهورس باور مالها حاليا على البامب غاز او البنزين العادي مال المحطة حاليا 639 بالضبط. ما شاء الله. انا قاعد اقول لك يعني الهورس باور هاي ما في اسرار، الرجال اعطاك كل الاسرار. طبعا يعني الفيول بيزيد الحكي، يزيد بالفيول
يزيد في وقت المشاركات بالفيول قابلة للزيادة. نعم. السيارة والتعديل بس على حسب الحاجة. نعم. الآن إحنا داخلين على نادي في الكويت وداخلين على حلبة ورابطة لكل حادثة حديث. في أرقام جاي وأسرار جاي وأسرار وفي جاي. مشاركات. أنا حبيت الروح الرياضية تاعتك القوية. نعم. عندك شغف الشباب. أنت لساتك شاب يعني كبير. هو هذا اللي العمر هذا هو اللي خلاني أجرب كل الجنريشنز. عادل سؤال تفضل. الشعارات تاعت بي دبليو بي شو القصة؟ أنا هذا الشيء وايد أفتخر فيه أن أصدقائي هم نفسهم أصدقائي من حب الموستنج وأصدقاء في المنطقة ونمشي على نفس المنوال ونفس الهواية. هم ربعي وأصدقائي طوروا من نفسهم واللي درس على البرمجة وصار تيونر واللي طور نفسه في الميكانيكا ودرس واللي طور كل واحد في طريقته فكوننا هذا الفريق اللي هو BWB نبض الأداء ونشارك في سباقات باسم الفريق. طيب عادل يعني إحنا بترمينيتر وكل الجمهور بده يسمع الطرب بدك تعطيني شويه ترى اسهل شيء هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله شو هذا شيء ينعش الفؤاد قسما بالله مش عارف اوصف الشعور للجمهور صوت طرب تورك عزم تسارع عادل حاليا احنا وين متوجهين وين رايحين شو بدنا نسوي حاليا انت سالتني شنو بي دبليو بي حلو انا قلت لك نبض الاداء وتكلمت على ربعي وجروبي انا الحين رايح بوديك تشوف بلس 1000 هورس باور الله الى ال 1000 بلس هورس باور بسم عادل ما شاء الله انت اليوم اطربني صح بدي طلب اخير بالحلقه تفضل تطربني اسمع صوت الموتر من الخارج طرب اصيل ما شاء الله 100 100 ها ايش رايك والله ما شاء الله الله يبارك اخوي عادل الله يسلمك اشي مش عادي صراحه حبيب عادل ما شاء الله الموتر تاعك مميز يعطيك العافيه لمساتك ابداعيه بالتزويد ما قصر الجروب سيارات ولا اروع يعني الله يحفظكم ويحفظ سياراتكم الله يخليك عادل انت شو بتوجه رساله للجمهور اللي بحضر الحلقه مشان يصوت لك والله احنا تشرفنا فيك فرصه سعيده يا صهيب الي الشرف حبيبي بالنسبه للجمهور بالنسبه لي انا محب لسياره الموستنج اللي يفوز على عيني وراسي بس أتمنى من جمهوري وجمهور الكويت إنه يصوت حق السيارة أتمنى أن نكون في المراكز الأولى بتمنى لك التوفيق إن شاء الله مشكور ما قصرت الجمهور العزيز رابط التصويت العادل ظهر أمامكم وموجود بالوصف لا يفوتكم التصويت ليش؟ لأنه في شخصين سعيدين الحظ راح يفوزوا من الأشخاص اللي صوتوا وراح يربحوا رحلة لأمريكا مدفوعة التكاليف بالكامل راح يسافروا ويروحوا على مصنع فورد يشوفوا خط الانتاج يجلسوا مع المهندسين ويسوقوا سيارات جديده طبعا شخصين بفوزوا كل شخص معاه مرافق له فلا تفوتكم الفرصه عساكم تكونوا انتم من الرابحين وصلت حلقتنا للنهايه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا نحو شعارنا الدائم للعالميه باسم العرب مع رب جي تي في امان الله